بسم الله الرحمن الرحيم. أمس طبعا كلنا شفنا المقطع المؤسف جدا لواحد قتل ابن عمه عشانه ضابط، واللي قتله قال انه هذا تنفيذ لوصية البغدادي، يعني موجه وما عارف يتكلم، قال لك انا ابايع البغدادي في المكره جاي يقول المنشط، ما عرف، راح اغير الجملة تمام. وانا بوجه هذا الكلام لاني عارف انه في شباب صغار بيتابعوني، وفي امهات بيتابعوني، وفي ناس ناضجة بيتابعوني، فعشان كده حقول الكلام اللي انا في رأيي اعتقد انه صحيح. حد فينا يختلف ابدا على انه داعش ارهابيين، واللي بيسووه ارهاب سواء في السعوديه ولا في مصر ولا في غيره كله ارهاب. لكن اذا حابين فعلا ان احنا نتغلب على داعش فكريا ونجنب اولادنا وشبابنا انهم يقعوا في هذا، انا حقول الحل في رايي اول حل يبتدي من التعليم. لازم نعلم اولادنا في المدارس، او اذا ما نجحنا في المدارس في البيوت نعلمهم التسامح مع باقي الاديان والطوائف. انا اكون جدا صريح، هذا تحدي مو سهل، هذا تحدي صعب، لانه احنا بيننا وبين بعض يا اخواني بصراحه يعني ما بننفذ هذا الشيء. واعطيكم مثال، مثلا اخواننا الشيعة، احنا نختلف مع اخواننا الشيعة في بعض العقائد، في بعض الاشياء، في بعض الافكار، لكن لازم نتعايش مع بعض، لازم نتعايش معاهم. انا بشوفه حوالي بصراحه ما في اي تسامح مع الشيعة، خلاص كلهم في بوتقه واحده، كلهم ايرانيين، كلهم مجوس، كلهم يسبوا السيده عائشه، كلهم يسبوا ابو بكر، وهذا غير صحيح. احنا ما احنا قادرين نتغلب على التعايش مع مسلمين زينا مختلفين في مذهب زي اخواننا الشيعة، كيف حنعيش مع المسيحيين واليهود والعالم ده فيه 6 مليار بشر؟ أنا طبعا أفضل أنه هذه النقطة تبتدي من المدرسة. إذا ما حصل تبتدي من المدرسة، أنصح أي واحد يعلم أولاده قيم التسامح مع الآخرين. نتكلم على التسامح اللي هو يا ولدي هذول ليهم معتقدات أنا أختلف معهم فيها، لكن ما يمنع إحنا نتعايش، نشتغل مع بعض، نخرج مع بعض، نكون أصحاب وغيره. مو اللي هي الأفكار اللي موجودة في بعض كتب التراث، لا تجلس مع مخالفيك ولا تآكله ولا تشاربه ولا تصاحبه، مو معقول. هذه هي الأفكار الغلط. عشان كده بعض المبتعثين الشباب لما يطلع برا ويشوف يهود ومسيحيين يعملوه كويس ينصدم، يقول طب في شيء غلط في الموضوع. فعلا في شيء غلط. أول نقطة أركز عليها هي زرع قيم التسامح مع باقي الأديان وباقي الطوائف في الشباب من أيام الصغر. حلو من أيام الصغر دي، بس من أيام الصغر. ثاني حل، وهذا حل يعني شوية ممكن ما حيعجب ناس كثير جدا، لكن أنا حقوله أنا اللي مقتنع فيه، هذه قناعاتي أنا الشخصية، بس أنا حقوله. ثاني حل في رأيي هو زرع قيم الفنون في نفوس الشباب. ايوه، وحقول كيف اقول الفنون، لانه احنا ما نبغى التدين المتشدد مره 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 اللي يودي لداعش، ولا نبغى التسيب اللي مره مره يودي للحلال. انا بقول نمسك العصايه من النص، يعني نكون متدينين ونحفظ القران ونعرف كتاب الله ونحافظ على الصلوات ونخرج الزكاه ونخرج الصدقه، بس يكون عندنا جانب فني. مره صريح، انا ابغى اعلم اولادي موسيقى، ابغى اعلمهم بيانو، ابغى اعلمهم فنون، ابغى اعلمهم ثقافه السينما، الاشياء دي كلها عشان يطلعوا متوازنين. وعلى فكره يجتمعوا، ما حد يقول لا يجتمعان، يجتمعوا انك انت ممكن تحفظ كتاب الله وممكن تحفظ مع غيره اغاني واناشيد واشياء مره كثير ما لها علاقه بكتاب الله، يجتمعوا. تخيل معايا هذا الارهابي اللي راح قتل ابن عمه كان مشغول بدروس موسيقى او بدروس او بدورات تطوير لغه او تطوير مهارات ذاتيه وكذا، كان حيسوي كذا؟ لكن لو تزرع في نفسه من الصغر انه يكون عنده شغف انه يتعلم اشياء جديده ويطور مهاراته ويطور نفسه ويكون كل سنه نسخه احسن من السنه اللي فاتت، ما كان حيكون ارهابي. لكن اللي بيحصل انه للاسف يعني هذول الناس يعني فاضيين، مره لقمه سائغه في يد الدواعش الكبار زي البغدادي وغيره. سهل اتحكم في واحد ما ثقافته ضحله، ثقافته مره بسيطه، مره ما عنده شيء يسويه في الحياه، اقول روح اقتل ابن عمك عشانه طاغوت وما طاغوت، هذا كلام. لو هو مثلا انسان مثقف ومتعلم وعنده شيء يسويه في حياته وعنده اهداف يحققها وكذا، ما حيمشي ورا هذا الكلام اللي بيجي له من الاشرار. زي ما قلت، مو معنى هذا الكلام اني ابغى انشا اولادي بعيدين عن الكتاب، عن القران الكريم، عن سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعن اهل البيت، لا لا، مو هذا كلامي. ابغى اخلق لهم توازن، ابغاهم يحبوا الحياه ويحبوا الناس ويكونوا متسامحين مع المسلمين ومع النصارى ومع اليهود، مع كل الاطياف من غير مشاكل. ربيهم انك انت لو شفت شيء خالف دينك او معتقدك قول خلاص هذا معتقدك وهذا دينك، انت حر، ربنا حيحاسبك عليه، مو انا اللي احاسب الناس، مو انا اللي احاسب الناس. لا يقين لو ربينا اولادنا على ثقافه التسامح مع باقي الاديان والطوائف وعلى قيم الفنون اللي تهذب الروح بالاضافه ايضا للكتاب والسنه، ما كان حيكونوا ارهابيين. ارجع واقول هذا رايي الشخصي، انا استنتاجي الشخصي، انا ما بألزم به احد، بس انا كده ناوي اربي اولادي، ناوي اطلعهم ناس منتجين ينفعوا بلدهم، ينفعوا مجتمعهم، وما يكونوا ارهابيين. بس ما يكونوا ارهابيين، ما يكونوا لقمه سائغه، وما يتاثروا بسرعه بين اي واحد يجي يقول لهم جهاد واسلام ودوله وكذا يقولوا لا استنى انا عندي افكار اخرى بناءه. انا خلقت عشان القى الله تبارك وتعالى يقول لي انت ايش سويت في الحياه الدنيا، اقول له انا بنيت وحاولت وعمرت وسويت ونفعت الناس، مو اني رحت قتلت ولد عمي.
او رحت قتلت واحد عشان اختلف معاه في دينه، او عشان يعني مو معقول، والله مو معقول. وحسبي الله في اللي بيزرع في نفوس الشباب هذه الافكار. زبدة، عشان ما اطول عليكم، وجمعتكم مباركة، ربوا اولادكم على قيم التسامح وعلى الاحترام لغير المسلمين. يعطيكم العافية.